مرحبا، مساء الخير عليكم جميعا. تحياتي للجميع بدون فرز. طبعا اليوم كمان رجعت عليكم بفيديو تاني او لايف تاني، تطرق على نفس الموضوع اللي بدأت فيه اللايفات بتاعتي، اللي هي منظمات مجتمع مدني، سواء كان في الخارج او في الداخل. بالنسبة لنا نحن بالذات، هنا مشكلتنا اللي حاصلة هنا في الخارج، أو بالأخص هنا في فرنسا، ومنظمة المسجلة عندنا هنا اللي هو منظمة أو جمعية خيرية الفرنسية مساعدة أهالي جبال النوبة. طبعا يمكن اليوم يمكن حابة أشرح شوية عن الشغل المدني. يمكن أغلبية الناس اللي في الخارج بيعرفوها، لكن عندنا هنا مثلا اشرح لكم شوية هنا شغل بفرنسا بتاعت منظمات مجتمع مدني ماشي كيف، وشي دورها في المجتمع عامة وكده. طبعا منظمات مجتمع مدني وين ما كانت هي منظمات بتساعد الناس، يعني بتساعد المدنيين بحاجاتهم، سواء كان حاجات معنوية، حاجات مادية، حاجات لبناء المستقبل، لتدريب العام وكده. ونحن اللي في الخارج بالذات، يعني منفع المنظمات المجتمع المدني هي أول شيء، واحد لما يطلع برا أصلا هسه زي دولة كزي فرنسا أو بباقي الدول كده، أول مشكلة بتواجهه هو اللغة. يعني يمكن احنا يمكن كسودانيين او كنحن كدولة، احنا دولة اللي هو دولة يعني كان استعمار انجليزي بيقولوا له انجلوفون، وزي دولة فرنسا زي فرانكوفون، يعني يمكن اللي بتاعها احنا اللغة هي لغة لغتنا هي لغة انجلوفون، اللي قادرين يقروا فاهمين اللغة الانجليزية شوية، والناس الباقيين يمكن حتى ما بنعرف، يعني ما كتيرين السودانيين اللي بيعرفوا اللغة أو اللغة الإنجليزية بالأخص. عشان كده إنه بالذات الناس اللي في فرنسا والناس اللي قاعدة تجي في فرنسا بالذات قاعدة تتعب كتير عشان تقدر توصل، يعني بخصوص اللغة بالأخص. كيف أول بداية هو كيف إنه تواصل مع الناس أو تواصل مع الفرنسيين بالأخص، وتاني شيء إنه حتى هو لما جاي وطالع برا ذاته ليه جاي، يمكن في أغلبية الناس إنه داري يفهمه هو طالع، بس إنه طالع وماشي ودار يعمل مثلا يمشي يشتغل ويلم قروش وكده، وحتى هو لما ماشي البلد اللي هو ماشي ليه ممكن ما عارف إنه شو العواقب اللي هيحصل ليه، أو شو المشكلة اللي هو هيحصل لها أو هتواجهه، ما بيكون فاهم. طبعا المنظمات المجتمع المدني، واحد لو فاهم منظمة مجتمع مدني وشغلها كيف، يمكن دي دورها، يمكن تقدر تساعد، يعني تساعد الناس اللي قاعدة تجي من برا، تجي من أي بلد، يمكن تقف معاه. يعني هسه مثلا هنا في فرنسا يمكن عندنا منظمات مجتمع مدني ما شاء الله عليها كثيرة جدا كثيرة، بخصوص اللاجئين بالذات، يعني من ما اللاجئ بيجي بيمسكوه بيساعدوه، بيجيبوا له مترجم، يعني مترجم من لغته الأم للغة الفرنسية، وبيقدموا له مساعدات زي دي. طبعا احنا كمنظمة او كمنظماتنا ممكن يكون ليها دور زي ده، يعني في الخارج لما نكون منظمة عندها مثلا تقدر تشتغل او بطريقة ما كويسة، يعني ما فيها مشاكل، ممكن يكون ليها دور اكبر في حاجات زي دي، او ممكن يكون ليها مساعدة تقدر تساعد الناس زي دي بطريقة اوسع، يعني غير ما يكون يمشي يدق باب المنظمات المجتمع المدني الثانية. يمكن هي ذاتها، يعني المنظمة ذاتها اللي هو المنظمة بتاعتنا يمكن تقدر تساعدها، لكن للأسف بمشاكلنا اللي قاعد تحصل يمكن بتضرر إنه ما بنقدر نساعد، يعني ما فاهمين أو ما بنقدر نقدم شيء. هسه مثلا مسألة حتى يمكن لما تجي يعني كلاجئ، يعني أنت جاي، أغلبية الناس، انا طلعت من بلدي وفي مشاكل وكده، لكن ما عرف ترتيب المشكله دي كيف اصلا. انا مثلا هنا هو ما عرف، حتى هو طالع لما يطلع هو ماشي برا زي ما قلت لك من قبل هدف الشغل، لكن هو في حاجه اسمها انت ده تمشي تطلع من بلدك ده تقدم، يعني في حاجه اسمها تقديم اللجوء. تقديم اللجوء دي يمكن 99.9% شبابنا ما بيعرفوا يعني شو تقديم اللجوء وشو يعني لاجئ، او انا لو دار اقدم ذاته باللجوء دار اعمل شنو.
دي كمان مشكلة كبيرة. وقاعدين يشوفوها، يعني انا ممكن قاعد اتكلم الشيء ده، يمكن شباب كتار الموجودين هنا يمكن عارفين المشكلة دي بالضبط، يعني عارفين كيف قاعدين نواجه. لكن للأسف انه حسب احنا المشاكل اللي تواجهنا، وحاسه يمكن انا بخصوص المنظمات بالذات، يمكن خلال الفيديوهات الاثنين اللي فاتت انا اتكلمت فيهم، في ناس كتار حتى كتبوا لي رسائل انه مش انه انتوا بس كابناء نوبه او كسودانيين، يعني انه انتوا بالاخص نكون المشاكل زي دي، لكن نحن كلنا كسودانيين عامه عندنا المشاكل دي وما قادرين نحلها. اغلبيه السودانيين الموجودين في الخارج سواء كان في الداخل، حتى يمكن في شباب رسلوا لي رسائل حتى قاعدين في السودان ذات، في داخل السودان ده احنا قاعدين نعاني من المشاكل دي. دي بتخلي الناس تطرح، او ممكن تطرح اسئلة كتير، انه طيب ليه، طيب ليه نحن نعمل كده، يعني طيب شو المشكلة، يعني ليه طيب نعمل كده. والحلقة الفارقة في الوسط، أو في الوسط ده، انه عدم الوحدة، يعني عدم الوحدة، ما قادرين نتوحد. يعني انا ما بعرف الوحدة دي هتجي كيف او هتكون كيف، لكن انا الشيء اللي بعرفه لازم نتوحد، بمعنى انه حاسه المدنيه الحاصله في السودان، وان شاء الله السلام النهائي يجي، وفي تبشيرات بالخير. يعني حتى يمكن اليوم رئيس الالماني مشى السودان له 35 سنه ما مشى، يعني في بشره خير جايه. عشان كده انه احنا ذاتنا يمكن في الخارج وفي الداخل لازم نتوحد، لازم يكون كلمتنا واحده، لازم نقول خلاص، نمسك ايد مع بالايد مع بعض، يعني بمعنى انه حاجات الصغيرة التافهة دي لازم نتخليها، نشيلها برا، ونخلي نصفي نفوسنا ونشتغل، يعني نشتغل سواء كان العمل المدني، يمكن اخر اكتر اكتر شغل يمكن بهمنا، او انا بالذات اكتر شغل بهمني هو العمل المدني والتكاتف مع بعض، يعني نتكاتف مع بعض ونكون ايد واحدة ونقدر نمشي لقدام. ونرجع للمنظمة المجتمع المدني، طبعا اكتر الفئة اللي يعني انه ما قاعد تبني نفسها او ما قاعد تخلي نفسها تمشي لقدام بمنظمات مجتمع مدني هي الفئة السودانية. يمكن انا اتكلم لكم بطريقة اوسع، انه اوسع اليوم ما اقول اهالي النوبة بس، بتكلم كنحن سودانيين لانه انا سودانية. انا مشكلتي هي يعني منظمة بتاعتنا اللي هو جبال النوبة، لكن كمان زي ما قلت لكم يعني كذا ناس رسلوا لي رسائل انه قالوا اعممها، مش انتو بس، يعني كلكم، كلنا كسودانيين. وبالفعل يعني انا هسه لمست الشيء ده هنا حتى بفرنسا اليوم، يمكن عندنا قريب شيء 4 6 7، يعني قريب لشي 6 7 8 وفوق، يعني منظمات مجتمع مدني باسم السودانية هنا بفرنسا بالذات مسجلينها، يعني يمكن كل قبيلة أو كل منطقة يمكن مسجل منظمة، لكن حتى كمنظمة يعني هو يعني زي كأنه كاستخدام شخصي، كأنه كاستخدام عائلي، أو ك يعني أنت مثلا زي ناس الحلة، نحن ناس الحلة حقتنا بس، التانيين ما يجوا يشاركوا معانا، التانيين ما يجوا يخشوا معانا او حاجه زي دي، ودي كمان يعني بتضرنا من غير ما انه نستفيد منها. بمعنى انه اليوم مثلا انا يمكن اخدت لكم مثل، انا يمكن السنه اللي فاتت اشتغلت مع منظمه فرنسيه اسمها يونايتد ميجران لمده سنه، ويونايتد ميجران دي طبعا هي منظمه فرنسيه بحته، لكن كانت الفكره هي فكره مع السودانيين، يعني مع السودانيين انه عشان يعملوا المنظمه دي. في النهايه يعني فرنسي معاه سودانيين عشان يقدروا يسجلوا المنظمه دي، عشان يقدروا يساعدوا اللاجئين بكل المشاكل اللي انا ذكرتها قبل. لكن في بعد ما عملوا المنظمه دي وبعد ما سجلوها، السودانيين كلهم مشوا، يعني انه خلوا الفرنسيين، يعني خلوا المنظمه للفرنسيين نفسها. نفس الوقت يمكن دقيقة بس، ثانية وياي، سوري. نفس الوقت يمكن أنا يمكن اشتغلت معاهم وزرت حتى كذا منظمات في الوقت ده. المنظمة دي كانت في منظمة تابعة للبنغلاديش، هي سجلت في نفس الوقت اللي سجلت فيها منظمة اسمها يونايتد ميجران. المنظمة دي تابعة للبنغلاديش ومساعدة اللاجئين طبعا. المنظمة دي اليوم عملت مقر، وبقت يعني تضيف الناس أو البنغلاديشيين يجوا يدرسوا في المنظمة دي،
بيجوا يعني حتى بلغتهم، يعني من اللغة الفرنسية للغة البنغلاديشية، بيجوا يعلموا حتى يمكن قيادة السيارات منهم وفيهم، بيجوا يجيبوا محامين عشان يقدروا يدافعوا عن اللاجئين في حالة إنه يكون في ترفيض، يقدموا اللجوء في حالة يكون في أي مشكلة، هم بيجيبوا محامين بين نفسهم عشان يعالجوا لهم مشاكلهم. بيجوا في يعني الباب مفتوح لكل الجهات، وده لأنه هم شنو متكاتفين. وزيادة على هذا انه حتى الفرنسيين نفسهم هم حاسة عندهم الرغبة انه يعني قاعدين يمشي يساعدوهم في منظماتهم هم ذاتهم، يعني سوري يعني الفرنسيين ذاتهم هم قاعدين يمشي يساعدون في منظماتهم ذاتهم، وكمان هم بدرجة انه المحامين والناس زي دي هم يدفعوا لهم قروش. يعني ليه؟ لانه هنا هم شنو متكاتفين مع بعض وكلمتهم واحدة. وتخيل المنظمة دي بس عمرها 3 سنوات مش أكتر. وطبعا هنا ذكرا على ده، هنا اليوم لو أنت عندك منظمة وهنا مسجلة، يمكن الميرية أو المحافظة اللي أنت قاعد فيها يمكن بتساعدك أنت لما تمشي تطلب مكان أو تمشي تطلب هنا يعني مقر لك، يمكن الميري أو المحافظة بتساعدك إن تشوف لك مكان بأرخص ثمن، يعني مقر لك كمنظمة إنسانية بأرقى الثمن، وأنت يمكن المقر ده تستفيد منه في حاجات كثيرة. يعني ده اللي عملوه البنغلاديشية أو البنغلاديش الآسيين، إنه مشوا طلبوا من الميري أدوهم مكان، وهم يعني مستأجرينه بأرخص ثمن وممكن قد يكون مجانا ذاتهم، عاملين فيه فصول دراسية من زيرو لمرحلة لحدوت البيئة أو بيدو، وعاملين فيه حتى يمكن مساعدة للاجئين المحامين الفرنسيين يجوا يتطوعوا يساعدوهم في نفس المكان. عاملين فيهم هم ذاتهم مثلا واحد لو ما بيعرف يقود سيارة يمكن بلغتهم يجيبوا شخص يعلم قيادة سيارة، وكده بيتعلم بأسرع طريقة ممكن. وعاملين يعني عاملين كل شيء عن طريقتهم بلغتهم هم، الفرنسيين بيجوا لهم هم يساعدون. لكن تعالوا شوف نحن كسودانيين او يعني كسودانيين كعامة ما قادرين نعمل هذا الشيء، ما قادرين نشتغل الشغلة دي عشان نقدر نفيد نفسنا بأنفسنا، نقدر نساعد أنفسنا بأنفسنا. بمعنى اليوم يمكن زي ما ذكرت قبل كده في 30,000 سوداني، يمكن الأقلية القدامى لكن الأغلبية هم الجداد، يعني ناس جدد جو هنا في فرنسا. لما تيجي هنا في فرنسا طبعا زي كل المشاكل اللي قاعد تواجهها كمسألة اللغة السكن والحاجات دي كلها، لكن كمان شنو بعد ما يمكن ربنا لو سحل لك واخذت الاقامه الدائمه عندك، انه ولو قريت الجامعه ذاته عندك انه لازم يعني تتكلم لغتهم، يعني لازم يكون انت عندك لغه الفرنسيه. لو ما عندك لغه فرنسيه هم ابدا ابدا ما بيشغلوك في اي مكان، يعني لو شغلوك ذاته انا ما بعرف كيف، لكن لازم تمشي تعمل مقابله للشغل، يعني ما زي حقتني هناك في السودان انا ما بعرف واحد يمشي اي مكان او ده كان بيعرف يمشي يشتغل. لا، هنا في سيستم حتى معين الشغل، لما انت تمشي لازم تعمل مقابلة للشغل، وبعدها حتى يشوف صاحب الشغل كيف كانت مقابلتك وكيف كان كلامك، حتى بعدين يرجع لو داري يشغلك بيشغلك، لو ما داري يشغلك كمان يقول لك لا وتمشي تعمل مقابلة في مكان تاني. هنا طبعا الحاجات زي دي أغلبيتنا يمكن الجايين المهاجرين أو جايين من الحامش ما فاهمين، يعني ما فاهمين المسألة دي، يعني ما فاهمين إنه حاجة في حاجة اسمها قبل ما تمشي تشتغل في مقابلة، في سي في بدك تعمله، عن سيرتك الذاتية، في حاجة اسمها لا تخدم فاسيون، الحاجات دي كلها احنا ما عندنا فيها يعني باك جراوند. ودي في دي كمان احنا يمكن المنظمات زي دي يمكن تقدر تساعدنا، يعني المنظمة يمكن تجيب ناس فرنسيين نفسها مترجمة يعني فرنسي، وتيجي شخص مننا وفينا يترجم الناس يفهمهم السيستم ماشي كيف، يعني السيستم هنا في فرنسا ماشي كيف، السيستم بتاع الشغل يكون ماشي كيف، السيستم لو دار امشي مثلا اطلب حاجة بسيطة اليوم، اقرب حاجة صغيرة اليوم، انت اليوم لما تجي الدولة الفرنسية طبعا من ما تجي بسم الله تخش في اوروبا كعامة، انت عندك راتب شهري بينزل لك لانه انت جاي من بلد ما عندك فيه اي شيء، هما بسم الله تيجي تسجل خلاص هم بينزلوا لك الراتب الشهري ده لما ينزلوا لك
بيعملوا لك كارت طوالي، كارت البنك يعني. انا ما بعرف، لكن في ناس اغلبيتنا ما حصلوا على حاجة زي دي في السودان. يلا بيكون عنده مشكلة حتى يستخدم كارت البنك ده. اليوم هنا عندنا مثلا في المواصلات، يعني عندنا المشكلة بتاعت المواصلات دي، مثلا هنا بيعملوا لك كارت عشان تركب فيه مواصلات. في ناس ما فاهمين كيف بدهم يعملوا الكارت ده، او طريقة الكارت ده ماشي كيف. يعني الحاجات دي كلها يعني ممكن يعملوا لهم كورسات، يجيبوا ناس يعلمونه فرنسيين وطريقة كيف. لأنه أنا متأكدة من الكلام اللي أنا قاعدة أتكلم، أغلبية الناس واجهوا كتير مشاكل في المواضيع دي، ولحدوت اليوم قاعدين يواجهوها. في ناس حتى ما بيعرفوا إنه كيف يمشي مثلا كارت ده يشحنوه عشان يقدر، كل شهر هو بيشحن. في ناس ما عارفين يشحنوه عشان يقدروا شنو يكفي فيه شهر تاني، والحاجات دي كلها يعني ما فاهمين كيف ماشي. لكن يعني بكل بساطة، احنا لو كنا متفقين ومتحدين وإيدنا واحدة، ممكن نجيب ناس يدربوا الناس على هذا الأساس، يجيب ناس يفهموا الناس، يقول لهم ان الشغل ده مش كده. نجيب ناس حتى يعلموهم كيف السيستم كدولة هنا كفرنسا او في الدول الأوروبية كيف ماشية، وتخليهم انه الطريقة تسهل لهم. لكن نحن كشعب، او نحن كجاليات موجودين في الخارج او بالذات في فرنسا، عندنا المشكلة دي، انه يعني ما قادرين، يعني ارجع اقول واذكر طول حياتي، انه ما قادرين نتوحد مع بعض. الشيء اللي نحن بنعرفه انه نتشاكل مع بعض، الشيء اللي نحن بنعرفه انه نستفز مع بعض، الشيء اللي نحن بنعرفه انه شخص واحد لو عارف يشتغل، او شخص ده عارفين انه متأكدين منه انه دار يقدم، لكن انتو نحن نقول لا الشخص ده ما يقدم، نقول لا الشخص ده جاي يضرنا، نقول لا الشخص ده جاسوس، نقول لا الشخص ده مثلا تجيب له مليون شغلة عشان بس توقفه عشان ما يكمل الشغل. طيب يعني ده ما على فايدة حدا، يعني لينا سنين سنين ودنين قاعدين نعمل الحاجات دي. طيب هل يا ترى نحن استفدنا منه؟ يعني أنا ما بعرف، لكن السؤال بطرح نفسه. طيب ما هسه يمكن زمانات، يعني بالثمانينات يمكن أغلبيتنا ما طلعت أو حاجرت، وأقلية يمكن الناس اللي كانوا هنا يعني عندهم قروش، زي ما قاعدين يقولوا الناس اللي في الخرطوم، الناس اللي ما في جبال النوبة، الناس اللي مش في حامش، هم بيطلعوا بيتعلموا وبيعرفوا حتى طريقة الحجرة وكيف. لكن نحن اللي في الحامش ده، حتى طريقة الحجرة دي بالذات يمكن في العون الأخير حتى يعرفنا، والشباب بقت تخش البحر عشان تطلع أوروبا وكده. يعني طيب أوكي، يعني في الحالة زي دي، يعني انا بس انه عندي تساؤلات. حتى انتوا يا شباب اللي قاعدين تطلعوا اوروبا ديل، ما فكرتوا نفسكم يوما ما انه يعني فكرة بس انه كيف احنا مثلا نكون متوحدين، نكون ايد واحدة، نكون كلمتنا واحدة، نكون ناس انه نفكر في المستقبل. يعني حتى لو في حرب، احنا ممكن نقول والله بكرة حينتهي، يعني ما في شيء. كانت في حرب العالمية الاولى، كانت في حرب العالمية الثانية، بعدها انتهت الحرب والناس اتبنت بلادها يمكن وأسست. طيب احنا يعني هل يا ترى هنعيش طول حياتنا بالطريقة زي دي؟ اكيد لا. يعني انا اللي شايفه انه اكيد لا. لكن مفروض انه كمان في حاجة اسمها وحدة 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 وحدة، يعني نتوحد، كلمتنا واحدة، في افكارنا تكون واسعة، نفكر زي ما قبل ده قلت لكم مثل بالبنغلاديشية، الناس ديل عندهم بس 3 سنوات، خلال 3 سنوات عملوا مقر، الحكومة ساعدتهم، عملوا فيها مدارس، قاعدين يساعدوا شبابهم لما يدرسوا، لما يمشوا. اليوم هسه الشخص فينا اللي يقدر يعمل، مثلا أغلبية الشباب اللي يقدر يعمل بيئة دايرة لا أقل سنة، سنة ونص عشان يمشي لقدام. لكن يمكن انت لو بطريقتك واحد بلغتك البسيطة لو فهمتك، يمكن ب6 شهور 7 شهور يمكن تتعلم، وممكن تدرس البيئة وتمشي تسجل في المدرسة، تمشي تسجل في الجامعة، وتقدر تشتغل بكل بساطة. يعني ممكن ده. لكن شنو احنا المشكلة اللي فينا اللي هي دي، هي ده الوحدة دي ما قادرين ليها. حتى الجمعية بتاعتنا يعني حاجاتنا نحن بيناتنا ما قادرين نخليها تتقدم تمشي لقدام. عشان كده انا ما بعرف، لكن برجع بناشد كل السودانيين الموجودين وين ما كانوا،
نتوحد خلاص، يعني جاء الوقت انه نتوحد، وجاء الوقت انه نقول كلمتنا واحدة، جاء الوقت انه نعمل مكان او مكان كبير زي امكنة كبيرة، يعني مؤسساتنا الخيرية الجمعيات الانسانية تقدر تتقدم، جاء الوقت انه نقول كلنا نكون ايد بالايد، شبابنا يطلعوا برا مهما كان وين مكان وصلوا، نتساعد مع بعض ونمشي لقدام. يعني انا يمكن في الفيديوهات اللي فاتت ذكرت حتى يمكن كمنظمه مجتمع مدني يمكن تسجل حتى في دوليا، حاسه زي هنا زي دوله فرنسا او في اوروبا عامه، يمكن تمشي الاتحاد الاوروبي تتكلم، مش انه ما يعني خاص عن الناس الموجودين في اوروبا، بس يمكن تتكلم على حاليا الموجوده في المكان في الريف، في مناطق مثلا السودان ده، يعني يمكن اغلبيتها كلها يمكن بالحرب، بسبب الحرب صارت في نزوح في لاجئين. نحن أكثريتنا يمكن اللي في الحامش، مناطق دارفور، جبال النوبة، نيل الأزرق، عندك شرق السودان، يعني ديل كلهم كده يعني محتاجين. يمكن واحد يقول إنه خلاص إنه لازم يكون في مستشفيات، لازم يكون في عيادات صغيرة، لازم في يكون في حاجات كثيرة، لكن إحنا ننادي ونحن نتفق مع بعض، نقول يلا يا جماعة تعالوا، يلا يا جماعة خلينا نتحرك، يلا يا جماعة خلينا نكون إيد واحدة، يلا يا جماعة خلينا نشتغل لنفسنا، يلا يا جماعة خلينا نشتغل للجيل القادم، لأنه لو ما اشتغلنا ونحن لو ما اتوحدنا وقلنا نشتغل للجيل القادم، حنقعد طول حياتنا زي ما قعدنا 30 سنة، بكرة ذاته حيجي صحيح في مدنية وكل شيء قاعدين نحلم فيها، لكن بكرة ذاته حيجي رئيس نفس الرئيس اللي فات، وحيجي يكون في حرب، حيكون في مشاكل، وما حنستفيد ولا شيء، يعني ما حنستفيد ولا شيء، ونقعد زي ما نحن. والأسوأ يمكن أنا الشيء اللي لمسته فينا نحن بذات الحامش، نجيب واحد ما مننا يمثلنا، لكن المننا ما يمثلنا لانه احنا ما دايرينه. نجيب مثلا الناشطين، هسه الناس اللي بينشطوا ذاته مننا وفينا ما بنقتنع فيهم، ما بنقتنع حتى بنشاطهم، ما بنقتنع حتى بشغلهم، لكن لما نيجي واحد غريب نرجع وراه نقول والله ده صح، يعني احنا لو ده يعني بيخلي انه نحن لو ما فهمانين نفسنا ذاتنا، او نحن لو ما متوحدين ما بنقدر نمشي لقدام، ما بنقدر نعمل شيء، يعني ما بنقدر نقدم شيء. شو ذنبه؟ شو ذنبنا نحن جيل الثمانينات مثلا، حاسه اللي طالع برا من غير تعليم وتشرد اسري وكل شيء، لانه ده كله عدم الفهم. يعني انا اليوم يمكن اتكلم انه 30 سنه حرب، والناس يقولوا مثلا جلابه، ناس يقولوا عنصريه، نحن بيننا بنفسنا برانا يمكن نغير اللغه العنصريه اللي كنا قاعدين نعاني منها. اليوم مثلا ارجع لناس لنا نحن في الحامش، او بالذات نحن في جبال النوبة، تعالوا شوفوا، انا اقول لكم بجحة صغيرة، يعني انا وين اهالي جبال النوبة في منبر السوشيال ميديا اليوم؟ ما شاء الله، يعني حتى لو ما كان في شغل كتير، في شغل شوية، يعني تعالوا شوفوا قنوات على اليوتيوب، مثلا عندك حامش حلنا في دارفور ديل، في قنوات في تلفزيونات قاعد تتكلم، قاعدة تقول، شباب ما شاء الله طالعين كل يوم رافعين صوتهم بينادوا. طيب نحن وين يا ناس، احنا وين؟ ما قادرين يعني، ولا ما عندنا قدرة، ولا ما عندنا فهم، ولا بس منتظرين انه لما يجوا يسبقونا بعدين تاني نقعد ورا ونبكي نقول والله جو وفاتوا ديل جلابة وديل عنصريين وديل 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 وديل. لكن انا اللي بشوف المشكلة مش ديل جلابة ولا ديل عنصريين ولا ديل بيخلونا انه ما قادرين نعمل شيء، نحن بنفسنا انه ما قادرين نتقدم. ليه؟ لانه شنو؟ احنا ما قادرين نتفق، نحن ما قادرين نتوحد، نحن ما قادرين نتوحد، وانا ما بعرف شو السبب. يعني برجع بناشد انه وين 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 الفهمانين، وين المتعلمين؟ يعني لو كان عندنا بساطة، يعني ناس بسيطين في المجتمع بتاعنا، معلمين مثقفين موجودين، طب انتوا وين كن؟ يعني انتوا وين كن؟ طيب اوكي ماشي، يعني انتوا ما دايرين، شايفين انه انتوا فاقدين امل، احنا ما فاقدين عمل، الجيل الجاي الصغير ده ما فاقدين عمل، احنا دايرين انكم تتحركوا تبنوا لنا المستقبل، تقولوا لنا خلاص احنا 30 سنة ولا 40 سنة ولا 50 سنة كنا نايمين، حاسة خلاص جاء انه وقت انه خلاص انه يعني تشيلوا لنا الشوك من الشوارع عشان نقدر نمشي بطريقة كويسة، عشان نقدر نقول انا اليوم صحي سودانية لكن نوباوية، انا اليوم صحي سودانية لكن جاي من حامش، انا اليوم صحي سودانية لكن كان عندي 30 سنة محمشة. طيب اوكي انتوا يا الكبار المتعلمين ده اللي ما جيتوا وريتوني ثقافه او زحيتوا لي شوك من الطريق، انا كيف بقدر امشي؟ يعني انا اللي شايفه حتى انتوا الكبار انتوا السبب ان احنا فيه،
انتو سبب ان احنا فيه. واجي اذكر لكم مثلا، حاسه الاغلبيه بيقولوا انه انا مثلا جاني رسائل من الشباب حتى في السودان قالوا لي والله احنا بالذات الشيء ضران هو المكاتب السياسيه. نعم، يمكن مكاتب السياسيه السوداني اليوم واحد تلقى صغير فاهم في السياسه اكثر من كل الدول، يعني السوداني يمكن مثقف لغويا وعقليا، لكن السياسه يا جماعه شوفوا جرتنا لوين، يعني السياسه دي جرتنا لوين. ليه طيب ليه ما نبقى اليوم، اخذوا شويه مثال من العالم الخارج، ليه ما نبقى زي الخارج نفكر زيهم ببساطه مثلا؟ ليه الشعب القياديين ما يجوا ورا الشعب، الشعب لازم يجري ورا القياديين؟ ليه 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 نحن للشعب، نحن المواطن يجري ورا القيادي والقيادي ما يجري ورا المواطن؟ لأنه القيادي نفسه اليوم إذا كان ما في مواطن ما بيبقى قيادي. يعني اليوم مكاتب الحركات الشعبية أو نحن بالذات في جبال النوبة مكتب الحركة الشعبية لو أحصتنا، ليه بقى نحن نجري؟ نحن كمان نعمل انتفاضة نقول لا لازم يكون في تغيير، بدل ما نقدر ننشق، بدل ما نعمل انشقاق وكل واحد يقعد بعيد، لا احنا موجودين ولازم نثبت وجودنا، نقول لهم نحن هنا، احنا من حقنا نقرر ونقول احنا دايرين وما دايرين. لكن احنا بنقعد ونقول نسكت ونقول لا والله دي الحركة الشعبية ظلمتنا، ده المكاتب الحركة الشعبية قاعد ما قاعد تديني اعتبار. اوكي هما ما قاعدين يدون اعتبار، لكن احنا نثبت وجودنا، نحن نقول نحن هنا، انتوا تدوني اعتبارنا لو شئتم ام ابيتوا. ليه؟ لانه نحن الشعب، من غير شعب انتوا ما هتكونوا موجودين اصلا، من غير شعب ما هتكونوا موجودين. حتى العسكري طالع ده ما طالع من الشعب، مين ما كان يكون انت القيادي ده اليوم، لو شعب لو ما ماشي وراك انت ما كان تكون قيادي، ما حتكون قيادي ابدا. يعني عشان كده انا ما بعرف، لكن جا الوقت انه نتحرك، جا الوقت انه نقول خلاص خلاص خلاص، نحن كمان ليه كشعب عندنا صوت نقول انه مش نحن كل وقت نجري ورا القيادي، بل القيادي ذاته داير يجري ورانا، القيادي ذاته داير يسمعنا. لأنه شنو؟ صحيح يمكن احنا قاعدين نقول والله زمان او حاسع ذاته هم ما قاعدين يسألونهم، وخليه مثلا اغلبيتنا يقول والله خليه القاعد يحصل ده خليه يحصل، يعني اخر حمنا احنا مثلا عندنا المكتب الشعب حركة شعبية. انا بالذات يعني مثلا من ما المكتب الحركة الشعبية هسه بعد ما ياسر ارمان خرج يعني شالوه بالمرة، ولانه هم عارفين شو المشكلة وكل شيء، ما كتير يعني ما كتير بتعنيني هذا الشيء، انه في حالة انه انا عندي قضية، قضية وطن موجودة وفي كل شيء، لكن المكتب الحركة الشعبية لو ما ماشي يعني ما حتوقفني. انتوا اشتغلوا شغلكم، لكن انا انسانة مدنية بقدر اشتغل شغلي براي، لكن كمان ده بأثر على الشعب. ليه؟ لانه احنا كل وقت نقول اه اوكي ماشي المكتب ده ما شغال، نحن ذاتنا نعطل كل شيء ونقعد. ده اكبر غلط احنا قاعدين نرتكبه في نفسنا. يعني لما نيجي نقول والله المكاتب الحركة الشعبية ما قاعدة تديني اعتبار، او في مشكلة بمكتب الحركة الشعبية والقيادة ما دارت تصلى، واحنا ذاتنا نعمل علينا وعلى عدانا ونقعد، ده اكبر خطأ. لكن احنا لو قلنا خلاص احنا ذاتنا دايرين نفتح مجال لنفسنا نجيف نعلي صوتنا، انا متأكد هم ذاتهم بيجوا بغيروا السيستم اللي هم ماشيين فيه، هم ذاتهم بيجوا يقولوا خلاص انه لازم تصلح. يعني عشان كده انه انا من الناس اللي قاعد أقول بالذات شبابنا اللي في حامش وبالأخص في منطقتنا اللي هو مناطق جبال النوبة، وأنا يمكن على يعني هم السبب اللي قاعد أعمل الفيديوهات دي، إنه خلوا الشيء الأقلية اللي أنتوا عندكم ليه، خلوا من زمان إنه مين قال لي وسوى لي وادى لي ده، خلوا تعالوا نقعد في الأرض، تعالوا نبني أرضيتنا نحن وأفكارنا عشان نقدر نغير فيه مجتمعنا نحن كنوبة كعامة. يعني نحن اليوم يعني من كم سنة أو من كم سنين ودنين وينا 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 وينا، يعني حتى عبر الملا وينا وينا وين وين صوتنا، وين إثباتنا، وين ذاتنا أصلا بحاجات. يعني انا بفتكر انه حاجات تافهة نقعد، يعني بدل ما نمشي لقدام نقع نجيف ورا ما بنقدم شيء، بدل ما نمشي لقدام خلاص نقفل كل شيء ونقعد. وانا ما بعرف مين المستفيد، يعني انا اللي بشوفه انه
برانا نضحك على نفسنا نقول والله جلابة وما جلابة. والأسوأ إنه اليوم لما جلاب يجي أنت تجري وراه وتقود تجري وراه وتصفق له، لكن لما يجي ابن بلدك أو منطقتك ذاته لما يجي عشان دار يقود أو عشان يبقى مسؤول عنك ما بترضى. طيب ما أنت استفدت شنو من ده؟ يعني أنت ما كده دمرت، يعني حتى دمرت مش انه دمرت حاجة صغيرة، دمرت يمكن كان شيء هيتقدم لحاجات كبيرة وتمشي لقدام. بس كمان عندي أسئلة كثيرة قاعدة تدور في راسي، احنا قاعدين نصفق لمين؟ ماشيين ورا مين؟ قاعدين نستفيد شنو؟ لوين ماشيين؟ المستقبل الجاي ده هسع السودان قاعدين يفكروا انه عشان نبني سوداننا من جديد، ده احنا شو افكارنا؟ كجالية كجيل، ولا أنا تخيلية ولا شيء، لسه هنقعد زي ما نحن، يعني لسه هنقعد زي ما نحن، لسه هنقول والله فلان قال فلان سوى، لسه هنقول ده أرماني وده ما أرماني. يعني يمكن أنا بالنسبة لي، يعني أنا اللي بشوفه إنه كلمة ده عمل لي وده جسس لي ده بدمرنا، مش إنه بصلحنا. بمعنى إنه الشيء الإنسان اللي بيجي بذكر الحاجات دي ذاته هو قصد إنه يدمر، يعني مش قصده إنه يصلح. عشان كده إنه أنا اليوم بطالب حتى النوبة، حل النوبة دل بالأخص في كل مكان وين ما كانوا يكونوا، يتوحدوا، الوحدة هي أهم شيء، يتوحدوا. واتنين، لازم نتكلم مع بعض، لازم نحاور مع بعض عشان نصلح أو نصلح الانشقاق اللي فينا. الشيء اللي احنا قاعدين نعمله ده مش على صالحنا. نحن اليوم أغلبيتنا البرة ديل برة، على فكرة يمكن 80% ما محتاجين شيء. اليوم واحد برة هنا يجي عنده تأمين صحي للأبد، لو ما اشتغلت ممكن تاكل وتقعد للأبد لأنه الدولة بتساعدك، لكن هنا في المقابل هتنسى أصلك، هتنسى كل شيء. ليه؟ لأنه أنت في المقابل ما لاقي زيه أصلا في السودان، في منطقتك دي ما في زول في بلدك، أقصد ما في زول بديك شي مجانا، ما في زول بديك علاج مجانا. لكن أنت لما تيجي برا بتنسى الحاجات دي، تنسى الحاجات دي لأنه قاعد تبكي لنفسك أنت بس، ما قاعد تبكي له، ما قاعد تراجع نفسك أنت جاي من وين، ما قاعد تراجع نفسك أنت خليت حبوبتك ما قادرة تمشي تشتري دواء عشان الدواء يمكن مرضت وماتت، خليت طفل صغير عشان جعان يمكن مات بالجوع. لكن انت لما تطلع برا تنسى ديل كله. نحن عشان نقدر كمان نشتغل عشان نمشي لقدام لازم يكون متكاتفين، لأنه الإيد الواحد ما بصفق، لازم يكونوا إيدين. لكن نحن الإيدين ديل حتى يمكن ولا واحد ذاته ما بيطلع بيظهر إنه أنا داير أقدم، ولا واحد ذاته بيطلع بيقول لازم نفكر بحالينا. يعني اللي بيفكروا موجودين قليلين، لكن نفس الوقت تقول اه ما احنا قاعدين نعمل ما قادرين نوصل، ونحن عملنا يعني نوصل، يعني نفس اللي كان انه يأس انه نحن عملنا يعني، لكن اوكي ما في مساعدة. وده اللي قاعد يحصل بالضبط، يعني ده اللي قاعد يحصل معانا بالضبط. وانا يمكن الشيء ده اللي خلاني بجد دار اطلع لايف او عملت برنامج بتاع لايف ده، هو بالاخص اتكلم عن الموضوع ده. ليه نحن نوصل للمكان ده؟ ليه نحن ما قادرين نفكر بطريقة صحيحة؟ ليه نحن ذاتنا بيناتنا ما قادرين نقول يا جماعة خلاص انتهى الوقت ده لازم نفكر؟ طيب ليه ما نحن نتعلم من الأوروبيين نفسهم كيف ماشيين؟ يعني احنا احيانا زول يقول لك زول ده امي، يمكن الامي أحيانا بيكون فاهم أكتر من ما الإنسان متعلم. يمكن كلمة الأمية زمان يمكن جدودنا ما كانوا يقروا ويكتبوا، لكن كانوا بيحكموا، لكن نفس الوقت كانوا بيفكروا بطريقة إنه ما كانت بفكرة دي. تخيل لي أنا بتصور إنه ما كانت بهذه الطريقة، لكن في الآخر الأوان لما انفتح كل شيء إحنا ضيعنا في الوسط، يعني ضيعنا إنه ما عارفين نصحى حتى. يمكن مهما كان عملنا مهما كان قلنا دارين نفكر نمشي لقدام ما بنقدر.
واهم والأسوأ شيء المجتمعات الهامشة، يعني المجتمعات اللي في المكان في المناطق الهامشة. انا ما بعرف احنا دايرين شنو، قاعدين نبكي عن الوطن. طيب ما وطننا نحن تركناه وهاجرنا ولسه ما قادرين نتوحد، قاعدين نقول جلابة جلابة نحن عديناه. وعلى فكرة اليوم انا نحن الجلابي ده لو ما جي لو جا ودعها لك وكده دار يبقى مثلا اي رئيس رابطة او اي فرقة من اي شيء ما بتحترمه، في اي مقدمة ما بتحترمه، لكن لما يجي جلابي بتحترمه، ترفع له يده تقول له تحية. ده اللي كان قاعد يحصل بالضبط في السودان ولحدوت اليوم. يعني لسه احنا عندنا المفروض يكون الكلمة دي انتهت خلاص، بقت ماضي. احنا المفروض نفكر بالطريقة الصحيحة، لكن لسه احنا خاتين انه اوكي الجلابة دي الجو، والجلابة بيقول، والجلابة بيضحكوا علينا، والعكس صحيح. يمكن احنا السبب ذات في ده، واحنا جبنا لنفسنا البلوى بتاعت الكلمة الجلابة دي، احنا جبناها ذاته. يعني عشان كده انا ما بعرف كيف اقول وكيف اشرح، لكن يا جماعة اصحوا اصحوا وتعلموا من الاوروبيين ده لو كان بشوية، افتحوا عيونكم. وكمان ما تقولوا انه نحن وبس، حبوا لنفسك كما تحبوا لاخيك. لكن احنا بننسى ده، اللي بيجي هنا اللي بيطلع برا بينام بياكل قروش بجانا شهريا، ما بيشتغل بيجي قروش راتب شهري يمكن مرتين او اكتر من مرتين اللي بياخده في السودان، يعني 300 400 يورو يمكن في السودان، بيعمل راتبين او 3 رواتب للشخص. بيجيك عندك علاج مجانا، نايم وماكل وشارب، عندك ناس بيجوا بيساعدوك عشان انت ما بتعرف اللغة او ما قادر تعمل شيء، والباقي بقى اخر حمك. يعني ما بيهمك ولا انت حابب تسعى الان شيء شو قاعد يحصل. لكن انا بقول لا، فكر فكر في اهلك، فكر في الشخص اللي ما قادر ياكل نايم جعان، فكر في النساء، فكر في الأطفال اللي في الكراكير، فكر في الناس اللي ما قادرة تمشي مدارس، فكر في حاجات كثيرة. وفي الـ في الـ في الفكرة دي كلها ذاتها احنا لو ما اتحدنا ما هنقدر نمشي لقدام. انا من اليوم مطالع حتى بناشد بالذات اهل النوبة ديل، لازم يكون عندنا قناة على اليوتيوب، لازم نتحاور مع بعض، من غير حوار ما بنقدر نمشي لقدام، لازم نتحاور مع بعض، لازم كل واحد في مشكلة لازم نطرحها وشو سبب المشكلة عشان نواجهها ونصلح عشان نقدر نمشي لقدام. لو زي زمان لينا 30 ولا 40 سنة ساكتين وكتمانين، الكتمة دي ذاتها هي اللي وصلتنا لهون. اليوم الأجانب إذا حاجة صغيرة لازم يقولك لازم نقعد نتكلم، لازم نقعد نتحاور مهما كان حصل. لكن احنا كلمة الحوار دي عندنا ليها شكلة، عندنا ليها عيار، عندنا ليها نبس. الحاجات دي مفروض ننساها، نفكر نبقى هسه زي ما قلت قبل، قلت لكم زي البنغلاديشية اللي عملوا جمعية، اليوم بقت مدرسة، عندهم مدرسة من سنة أولى أو من مرحلة الأولى اللي هو مرحلة زيرو زيرو، أنت ما جاي فاهم، لحدود مرحلة الرابعة. عندك زول ما بيعرف سواقة سيارة على لغتك بيجي بيعلمك سواقة سيارة، عندك مشكلة عندهم محامي هم بيدفعوا له قروش عشان يجي يشوف لك مشكلتك، ما قادر تشتغل لازم يشوفوا لك طريقة يعملوا هنا اسمه شنو تواصل مع منظمات أو مع مين مكان يكون، مهما كان يكون شغل يشغلوك. ما عندك شيء لازم يتبرعوا عشان يطلعوا لك شيء ترفع فيه نفسك، وتلاقوا أي مكان أي محل مترو أنت تمشي بتلاقي إنه أسوين ديل لو كان بحاجة بسيطة بيشتغلوا بيقدموا شيء، يعني ما بيناموا كده بيقدموا شيء. لكن نحن يمكن الأغلبية جزات واحد تلقوه عنده 3 4 سنين يمكن قاعد ما شغال ما عنده شغل، واهله سحلوه في السودان يقول لك انا شغال، لكن هو ترى من الراتب الدوله اللي بتديله برسله بيقعد لانه مشكلته اللي بواجهه ما داري يقوله. والأسوأ شيء لما انت تكون عندك مشكله وما قادر تواجه او ما قادر تقول، لو عندك مشكله لازم تقولها العلني. يا زول انت ولدت حر، انت انسان حر، لما تتكلم عن مشكلتك انا متاكد انه هيحلوا لك، لكن انت لما تتكلم ما بتتكلم وتسكت ما بتقول شو بتتكابر، انت بتضيع نفسك. يعني عشان كده انه كفاية ضياع، كفاية ضياع. شباب اللي انتوا المتعلمين الجايين ديل حابين تكملوا دراساتكم لازم تصحوا على نفسكم، حابين تمشوا لقدام وتفكروا لازم تصحوا، بالذات نحن النوبة او نحن الحامش بالحامش ديل
خلي المشاكل، مشاكلنا البسيطة بسيطة الشخصية دي، ما تدمرنا، ما تدمر لنا مجتمعنا، ما تدمر لنا خططنا، ما تدمر لنا مستقبلنا. خلينا نتكاتف، نتعلم، نتعلم من الغرباء، لو ما دار نتعلم مننا وفينا. نحن شعب صعب وعي، صعب شعب مفكر، شعب مثقف، لكن لو ما قادر نتعلم بيناتنا، لأنه قاعدين نشوف نستصقر اللي فينا، مفروض نتعلم التانيين، مفروض نتعلم. شوف الناس قاعدين يعملوا شنو اليوم. لما انت جاي جيت هنا، اي حاجة بسيطة يجي تلاقي من الدول العربية دي، المغاربة، الجزائر، يترجموا لك. يمكن ما فاهم الترجمة ذاتها بطريقة صحيحة، لكن مضطر انه انت تقبل. لكن عشان تساعد او تجيف ايدا بايد عشان تعملوا انتوا ذاتكم، تبنوا نفسكم وبراكم كده، تمشي بخطة صحيحة، ما دايرين ليه؟ لانه بالنسبة لكم ده مني وفيني ما بيمثلني، لكن ده اللي ما مني وفيني يمثلني. انا بكبر لانه انا بقبل، لانه انا انسان عندي كبرياء. يا زول هي ده مش كبرياء، ده ضرر. انت قاعد تدور نفسك، قاعد تدور نفسك وقاعد تدور غيرك. اليوم انا يمكن يا ما قلت لكم، يمكن انا هنا عندي 17 سنة برا السودان، قعدت في لبنان 11 سنة. ما في لبناني، يعني يمكن 80% من اللبنانيين عندهم جنسية برا. الناس دي اللي بيمشوا بيقعدوا سنة سنتين ثلاثة أربع سنة بياخدوا جنسية بيرجعوا لبلدهم، هم ذاتهم اللي بيبنوا بلدهم. لبنان يمكن أصغر من ولايات جنوب كردفان عامة، لكن هي سويسرا شرق، ما عندها أي موارد زي ما نحن عندنا. لا عندها بترول، لا عندها غاز، لا عندها ثروة حيوانية، لا عندها، ما عندها شيء، لكن هي سويسرا الشرق. ليه؟ لأن هم قادرين يستثمروا، قاعدين واعين، مفكرين، قاعدين يعملوا شنو. لكن نحنا عندنا كل شيء، مدمرين كل شيء. ليه؟ لأنه نقول ده قال لي وده ما قال لي، والحرب، والحرب ذاتها أنا قال لي، ده ذاته السبب، ترى ده سبب، ده ذاته. هم إحنا الحرب اللي دايرة ممكن حتكمل، وإن شاء الله لا، لكن يمكن حتكمل. إحنا اليوم في مناطق الحامشة دي، لو عملنا التنمية بيناتنا، أنا أتخيل ليه في التنمية دي ما حتكون في حرب. في التنمية دي بكون عندنا عيال بيتعلموا، في التنمية دي عندنا اقتصاد، بالتنمية دي عندنا كل شيء نقدر نعمله. لكن احنا كمان منتظرين، يعني نقول في حرب وما ماشيين، منتظرين. يعني منتظرين شنو؟ أنا ما بعرف. ولوين دايرين نمشي؟ أنا ما بعرف. لكن لازم نصحى، لازم نصحى يا شباب، بالذات شباب في الخارج بالأخص بالفرنسا، لازم نصحى، لازم نخلي الحق تلفينا، لازم نشتغل مع بعض عشان نجيف، نعمل إيد بإيد عشان نقدر نمشي. إذا كان السياسة قاعدة تفرقنا، خلوا السياسة، خلينا مجتمع مدني. انت اللي جاي هنا ده اكيد تركت امك واختك كل العائلة، وشفت الحالة اللي هم عايشين فيها. ممكن انت لو دخلت في شغل المدني ده، امك دي يمكن توصلها دواء. الطفلة الخليتها جارتك اختك، ممكن يصلها مساعدة صغيرة عشان تكمل دراستها، يمكن يصلها حاجة يمكن تذكرك فيها. لكن انت لما تيجي هنا تدخل بين السياسة والشغل المدني، وانت عندك فرص يمكن توصل للعالمية، وتخليها تضيع منك، ساعتها دي بتكون أكبر كارثة. ولسه إحنا يمكن دي كارثة إحنا ماشيين فيها، ولسه ماشيين فيها، يعني ما قادرين نوقف. عشان كده أنا ما بعرف، يعني لازم نتكاتف، لازم نتوحد، ولازم نقول لأ. الشيء اللي بفرقنا انبعد، خلي الشيء اللي بوحدنا نتوحد ونمشي لقدام. لما نتوحد نقدر نبني. وما في حاجة اسمها ما حاولنا وما قدرنا، بل هنقدر. ما في شيء بيقول ما بتصلح، بل هيصلح. لكن لما ننسى الحاجات الصغيرة، لما ننسى المشاكل الصغيرة، ولما نقول لا خلاص كفى حاجات اللي قاعدين نسويها، انا متاكد انه احنا هنقدر نمشي لقدام، هنبني وهنعمل حاجات كتيره كمان، وهنستفيد،
نستفيد من المكان اللي نحن الموجودين فيه. صحيح يمكن حرب ومشاكل الحرب، لكن نحن المحظوظين اطلعنا والموجودين هنا بصراحة، يعني نحن محظوظين وبحظنا ده ممكن نساعد ناس كتار، لكن احنا ما دايرين. يعني بحظنا ده ممكن حتى ممكن نعمل شغل بيناتنا، يعني ممكن نوعي الناس الآخرين اللي ما قادرين يشوفوا. يمكن في أحيانا أنت بتكون في شيء هنا جنبك أنت بتكون ما شايفه، ما قادر توصل له. يمكن أنا أجي أقول لك والله الشيء ده هنا، يمكن أنت تقدر توصل له. نوعي الخيرنا يمكن يحصلوا على تدريبات، يحصلوا على منحة دراسية. نوعي خيرنا يمكن يقدر بدل ما قاعد سنتين ثلاث شغل 3 سنين عشان يلقى شغل، يمكن يلقى شغل بعد شهر شهرين. يمكن نعمل مشاريع في مننا وفينا ذاتنا هنا، لو ما عملنا هنا يمكن نعملها هناك. يعني الجنيه اللي منخط أو يورو اللي منخط يمكن يبقى 10، يبقى 20، يبقى 30، لكن نحن بالشيء اللي احنا قاعدين نعمله أو بالعدم الاتفاقية اللي نحن فيه، هو قاعد يضيعنا، هو قاعد يوصلنا للمكان ويضرنا ضرر ما أبعد من الضرر، لكن احنا ما فاهمين هذا الشيء، أو فاهمين لكن ما دايرين. عشان كده إنه لازم نصحى ولازم نشتغل مع بعض ولازم نمشي لقدام. تحياتي للجميع، وإن شاء الله هرجع عليكم باللايف تاني.